ثوره الفلك الرمضانيه 2022. اهلا بالساده الضيوف معانا داخل مساكن محرم بيه. اللي ما لعبش كره في الفلكي ما لعبش كره في اسكندريه. عادل امام اتفرج على الدوره ولعب شويه كده ومشى، حاسس كان ان هو زي رامبو كده، حاسس ان الناس كلها بتتفرج عليه، ناس مبسوطه بيه. ثلاثه وجون لازم الثلاثه بيجروا، لو واحد بس وقف في الملعب بتتكشف ال11، لو حتى في منتخب مصر بتعرف تقف وبتعرف تاخد نفسك. في لعيبه في ال11 ولاعيبه بارزين جدا ما عرفوش يلعبوا هنا وما عرفش يسير المباريات هنا، فمش اي حد بيلعب في الفلك. اهالي المساكن كلها واقفه فيها، انما الجمهور كله مش كله من المنطقه، الجمهور كله بيجي من بوالين ومن الحضره ومن بروز ومن غيط الصعيدي، يمكن بيجي من انحاء اسكندريه كلها. فاحنا كمنظمين للدوره محسسين اي حد بيجي ان الدوره دي بتاعته هو اللي عاملها. دورة الفلكي معانا لها ذكريات كتير قوي من بدايتها، هي بدأت سنة 76، كان أنا عندي 11 سنة، بدأت جزائي طفل عادي بتفرج عليها وبعض على الرصيف وبنقف ورا الجول وبنطلع على السور نتفرجوا، بنطلع على الأسطح بنتفرجوا. بدأت باللعب فيها في الناشئين وبعدين في الفرق الكبيرة، لعبت في المساكن، فرقة المساكن، ولعبت في فرقة المأمون، وبعد كده مسكت الاجيال اللي طالعه بدير فني يعني. حتى الان اثنين لا شيء لصالح فريق سيدي جابر. الدوره ديت بقى بتلعب طول شهر رمضان قبل الفطار، بيبقى فيها حوالي 12 فرقه كبار فرس، ساعات على مجموعتين وساعات على مجموعه واحده، وعندنا في اولد بيتلعبوا وفي تحت السن. والله احنا ايامها كان الكوره برضو منتشره شويه، فمفيش انديه شعبيه كانت كتير، فقلنا نحاول ان احنا نعمل كزينا كزي اي نادي شعبي. وبعد اللي جاي شايط هوبا جول 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 جول، وزاع فيها وده قعد في النص في السنتر كابتن المرحوم كابتن محمد لطيف. احنا عندنا جمهور هنا جمهور رهيب، وجمهور يعني الحمد لله محترم. استاذ عادل امام اما كان هيمثل فيلم الحريف فجاه هنا وشاف بالفعل ان هو يمثل هنا، فهو ما قدرش بالنسبه للضغط الجماهيري، ما كانش هيقدر ان هو يصور في الضغط الجماهيري ده لانه فوجئ بالمنظر. مين اللي غالب؟ واختار طبعا، انا هلعب على الخسران. مبسوط ان انا موجود في دوره زي ديت عشان الجمهور مش عشان الكوره، الكوره بنلعبها في اي حته في اسكندريه، بس هنا ليها اجواء خاصه، ليها احساس خاص كده، بتحس ان انت يعني من الاخر كده راكب حصان. الحمد لله ربنا كرمني واخدت بطوله الدوري، واخدت بطوله الكاس المصري، واخدت بطوله الكاس في لبنان، واخدت تاني الدوري اللبناني. ما حسيتش الاحساس اللي حسيته هنا، شوف يعني على قد ما البطولات انا خدتها ديت يعني بشغل ومجهود وبفلوس، على قد ما هنا اللي هي ببلاش احسن من الحاجات اللي انا خدتها. كان عندي نهائي في بطوله 2014 قبل ما تتلغي على طول، قبل نهائي، وبعدين في لاعب من هنا اسمه خالد مارادونا، خالد مارادونا لاعب منتخب ولاعب ما شاء الله يعني مشهور، فخالد زميلي وصاحبي في المنشا يعني، عدى مني وراح هو الجون، انا عملت عليه تاكلينج فول كارت احمر، جالي الكابتن جمال بشير حكم الدولي قال لي تاخد احمر ولا تاخد بالقلم؟ قلت له خد بالقلم، ضربني بالقلم والجمهور شجع والدنيا عدت الحمد لله.